طيب دور متعلقة في إيمان يعني للحين؟ وايد أدوار بس من الأدوار اللي الجمهور متعلق فيها هي شوق في محطة انتظار. أنا وايد حابة شخصية نادية بالروح والرية، شخصية أجوان في مسلسل رقم الحظ 7، شخصية مختلفة يمكن الناس ما شافتني بهالقالب، شوية فيها كوميديا، وهم شخصية فاطمة من شارع الهرم. توني بقول لك على شخصية فاطمة، حسبي الله على شيطاني كيمان، صيحتينا لين قلنا بس، صحنا لين قلنا بس. شلون جهزتي نفسك لأداء؟ شلون تحضرتي؟ شلون تقمصتي هالدور؟ شخصية فاطمة طلعتني لا أنا طلعت منها باكتئاب. صدق؟ يعني ما يعني من صدق انتم ممثلين كذا يصير؟ هذا اعتراف حقك وعد والله اكسكلوزيف. بالضبط، لان يعني فاطمه تعبتني بالمشاعر، المشاعر اللي كانت عايشه فيها فاطمه مو شويه، ان هي تعيش مع زوجها وهو اخوه متزوج طليقته، فيعني المشاعر بحد ذاتها كانت مؤلمه حق الشخصيه. فلاني انا من النوع اللي اعيش المشاعر كلها، فعشت اللحظه وعشت مشاعرها، مؤذية كانت ومو سهلة، بس الحلو بفاطمة أنها هي تحب، فالحب هو اللي كانت أنقذها، كانت تحب كثير جدا، فكانت معطاءة بطريقة مو طبيعية. فمن الشخصيات اللي وايد أثرت فيني، من الشخصيات اللي ما قدرت أطلع من مشاعرها بسرعة، تخطيتها يمكن عقب شهرين أو ثلاثة.